الساعة 2 بالليل. حاليا أنا بمطار العاصمة كييف بوريسبول. كان عندي أحد السواح وصلتهم للمطار، أوكي راحوا إلى الكويت، ولازم أنا أرجع حاليا مسافة 35 كيلومتر من المطار للشقة حتى أنام، والباكر الصبح أروح الأوديسا طريق 500 كيلو، 35 كيلو هسه أرجع، وصراحة جايني نوم. فشنو الشيء الوحيد اللي أقدر أسويه؟ لازم أخذ لي فندق صح؟ فدورت بالبوكينج ما لقيت شيء قريب علي. فشيء لفت انتباهي حاليا اللي هو كابسول هوتيل. هو عبارة عن كبسولة. Into our capsule hotel. Capsule hotels. الفندق الكبسولي. حاليا خلينا. خلي مكان اليو اس بي حتى تشحن بيه، خلي هذه الجلطة حتى تخلي بيها اغراضك محفظتك لاخرتي، بالاضافة للسيكوريتي بوكس اللي شوفت لكم. هنا انا مثل ما تشوفون هذا حتى سرعكم تاخذكم نظام السنجل بيت، بيت يعني سرير واحد وسريرين، اوكي يعني اخذت الكونفورت اللي هو دبل بيت. تكون فيو صراحة السعر مقابل الخدمة كلش حلوة. السعر مات الساعة الواحدة بخمسة دولار، وست ساعات إلى 12 ساعة بعشرين دولار. فأنا أخذت حاليا 6 إلى 12، لأنه حاليا بثنتين أقل شيء راح أحتاج أنام 8 ساعات حتى بالعشرة أروح أوديسا. أقول لكم إن شاء الله وحدة تصبحون على خير. صباح الخير، حاليا قعدت الساعة 12 الظهر، حاليا انا رايح بالبارك شوف السيارة ماتي وين خالها، اصلا ما اتذكر حتى احرك واطلع الاوديسي.